بدأت لجنة التحكيم بوزارة التجارة والصناعة اليوم وعلى مدى 3 أيام عملية تقييم المنشآت الصناعية المشاركة في جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية لاختيار المنشآت الصناعية الفائزة. حصدت صورة فتاة الماء للمصور العماني هيثم الفارسي الميدالية الذهبية في مسابقة صوفيا الدولية للتصوير الضوئي المقامة في بلغاريا من بين أكثر من 6000 صورة ل500 مصور. اختير مركز المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون للحصول على شهادة الاستحقاق الصادرة من منظمة الجمارك العالمية تقديراً للدور الذي يقوم به المركز في مجال الربط الآلي بين جمارك دول المجلس. أوضح مدير دائرة التنمية السمكية بولاية شناص بأنه سيتم تطبيق نظام بيع الأسماك بسوق الولاية بالوزن ابتداءً من فبراير المقبل، بحيث يتم العمل بتسعيرة البيع وفق المتعارف عليه مع المراقبة المستمرة للأسعار.